هلو، السلام عليكم. هاي قفوا هوري وكسو دوو كورا سريو عرقتا مانتا. اهلا وسهلا سو دوادا سريو عرقتا مانتا. رنتي دولة بين الصومالية وحقبة كيدي ونا جيدي ان رنتي عاو عن صوبا لي ابي اي لسع التين رنتي قفوا يرو ازلقوا اي waxaan soo bandhigay runtii wax yaro oo ummadda Soomaaliyeed lagu mara habaabiyey in runtii qalbi dhagax uu ahaa mas-uul ku adeeganayay ummadda Soomaaliyeed inuu mara habaabiyey dowladdaana loo adeegtay imaaraadkana lacag ay ku bixisay. Marka siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo runtii fikirkaas iyo aqoonta soo bandhiga maxaa leedahay? Kusoo dhawow. Haye, kusoo dhawow. هاي كسو سيديو عرقتا عرمتاس او امانتا سوا بندقاي او داد بدا رمسي اي كباق ذان الى ميديا لسو استاقان محافو بحي هاي
Alô? أدبان يسو دوانا يسو سلام يسو دوو سو دوانا ولا عليه سو دوانا سو دوانا عاوة هذاك هذاك عاوة رنسا على الدرية واحبالين هاي هاي مكولو قرحون تهي مانتا وحن تيوغا ودنك إدريسكا إدريسة دايدي وافران لنكا وحاي قحيقا قادن أورن في ساعد والبابا عرورت بنولي إيهود يوشو آن ماسو كل يرتدو وآن مرس غاركود أغطاقو نيوسن عنوغا مقدشو تيوغي نيوسن حق أولا هاين إن أو بحو أو قادن كاس أو كل يديلو يد مبارتا أو كتو يديلو وهاوذا بحكو أخرستو للالو ديغو مركا نيوسن عنوغا مقدشو جوغو حقوق وصل لهاين مركز جلال لغد غاية مدادة كان الحليين بيسنس إيا اللعاق با لجلين لعاق كمركز لجلين اي موغين ميا إن تونكي بريتو حقا مركو إمال إلا إلا جمين اي خصوحو أنا iyo xuquuqda qofka islaamka uu lahaa iyo wixii la kala lahaa because
وحي لتلا لها ما أنت أنجا كنت جرنا أو كل بعد جوا أما أمد كله وحي لتلا لها إنه هالقف كفا إليس إنه أمد إسلام كأسوة فا إليس كنتي أنا وحسد وين يا دولد يقدومي يا وحكلو رنتي هذا الكي عن ربا إن عن كان لما يسو تدعو ورقتا ذاتك كسو قوري باديها قبل الله كسو قوري مقالة مقدشو عن قدس جيل ملهان جرين لقوة جيري جرسي فنتي وقت جي دولد دا هدي عن أمد الصوماليين عن صحو إنت للنجران عه لقضة هي أريقة وعلى حكمين جرين لقضة هدي ميلا قاركوت اي صوب دشو دولد دي حافظ الله قلنا حريصة محمد سياد بغي والي حكومي جرين وحلو حكومي جرين لعاك هيري مركا سيوارك سيادتك جيلة حمر وينين يو يختي كان صلاه حميد أبي ما هي مالي أنا ما كنا جرنا هاي كسعة ماذا لكن دتك أنا أقول هذا ما سن هذا الكلام كله وذاك دتك قصة الجلي إلى جيل إيه كيلان وحوالي دول جديد بكم جديد. أوكي هذا ما سن تهاي إن شاء الله thank you كله يا مسلم علينا تهاي أكون تهاي إن شاء الله الله يحفظه. وعونا سنة يلا قد قال سلينك حقا وحنا هلا والسلام عليكم وارون وارون شرعي الدولدة وحواي وإنو كاثر ريا أدبا كنتو دوين يا هيا قفك حيقة السلام عليكم هلو قفك حيقة هلو من مغليسة ها أدبا كنت سلامة يا كسو دوو وحان ربائنا لو سؤالو سدح سؤالو لو ذاكي تاسو أه سوى ركتا برنامج كي عبدي على قلبي لغا كنت إنو أهانين سوماليات أو استعمالي أمد سوماليات إنو كنت تقل دن إنو أو إيه هاي بسم الله قلبي دارة أمد سوماليات أمي أولي روحو أولي وأتطلق هاي كنت مكتنا صعب أنا إذا أهو أبو أما أي مقارسة أو هاي أنا أقول فلان أما أقل جود شغل هاي قلبي دافع ونين جهر أه ونين علي إلى الكتوريانا وصومالي صومالي أما كبيرا هو صومالي لكن واويل صوماليات أريد واويل صوماليات هاي واويل صوماليات لكن لا لا شك الكتوريا تقوى هاي كده كده نبدي وخلق كده فعالي إلى جبتي وخلق وفي الكتوريانا ليا وحالي هذا نمر تحمل لك يعني اللي يدري مال محل هذا مظهراتي اللي لسمي عيا يتم يتقطع يتم يتعيا وأتي شلا يقطع لكن لمن كان شلا أوين برارتو اللي ديف كل عن جرني اللي أصير حن أوين يه وحال الله يهاي أستجع إيه قلب الله إيه أيجا بروح يتلقى لين كونتراك أو إمارات كل عقل هذا قاتو في الدولة ده اللي هو ليه مكولة هالمركز نين حرس الجرم هو يكانيكا
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان
هدو جناح على سطح بركودي وياها مو بندق كلام إن إذا ما لنا لقرة إن شاء الله قولي لها لك العلينا أنا وأكد جوابك سمها صدق هذا كل يلعب تنكي صدق هذا هاي كتابة كتابة لكن أريد حق أمله إلى رؤية أري فوضى أيضا أي كاتة هاي إلى سريع عمل ويني رؤية أري يجل يلو أفسي حسي أنت وحنا أخطالي كرماها وحنا بجيسان كرماها لكن وحا أشيه يا دولة بسرفت له إن أرون في نقصة دولة دعان وين إن شاء الله دولة دعان وين إن شاء الله أولي جيني الله يهي دولدي وإن مساغيرا قف صومالي لأه وإن يهي قف دل كيسي يدد كيسي ونسي يهي قفو وإن دلك لو يمكن كده دلك ألغا إسكالي دلك ألغا إسكالي دلك وانجب بغي يهي دلك قروح بيسي بديان كيسي ألغا إسلالي لكن مقرحون إن دلك ما أنت أتبغي نو دلك إن أتبغي نو ما أنت دل runtii lagu qaraabanayo saan marka waxaa rabaa marka in qof kasta Soomaali ah ee runtii damiirkeeda hadasho waxaa rabaa dad badan oo runtii cabada ila joogo oo ila xiriiraayo oo igala qaab qaadanayo ayaa runtii aan salaamayaa waxaan leeyahay marwooyin badan iyo gabdho badan oo runtii aad qiimo dunida jiifkeeda ku leh oo runtii yaqaana gabdho aad qiimo u leh halow salaamu calaykum calaykum salaam haye waa u jeedaa waxaan rabaa waa i dhegaysanaysaa umalaynayaa raali gelin baan ka bixinayaa cabaad baan hawada kugu hayay waayo dadkii baa kiyu ahaa haye malluucee rabtaa inaan ka wada hadalno aniga ها
ومعلمتي إيجو تحمي كان قلاته قد عيلاني ده قد عرفتي هاي وصوتي صوتي سيدة أخ وإنت عطو كارا إمرا إنت عطو حاحت عيدا ما دي حتى صمالي مرحيا لوان نمتا وحي كتب تأيين توني يطوان جيدة وإيجا بي أنا قبل حملي ماشي ما أقل عفليونا يا عمل وقل ما لكن هدي أن حتى شرب بعد عسكر هدي ما راح أما ضبط صعدان أو كلا حتى شرب بعد ما لكن دول جيب سو ما كاس كم أرتيش إن دول جم جيزيا سو كم أرتيش لدى ضبط كسو ماليات وشربة وطلع وطع ومجال دي سو تجي ما أهم حصة ضبط حمل بجناك اللي ضبط حول أو طالع هاي وان يو بيبل ما كان ما يقاني مجالات يلي تبقى إنا كلمين هي تبقى فوق عليها إيه وزين ده على هذا اللي كان جين حوله وأنا قاعد أتكلم زين اللي هو كسر شيء ده وبركي وروحي نقول أولي أدي قوي أكتر أدي نقول مجالات ما كان ما أهم حولها اللي في ده اليوم أما حولها أنا عايز لكن هذا المجال ما رح يسوى عليه بدي أتروح أنا أشوفه بالمثال هذا كسر قاعد مجاري بدل هو كلاسي فلو ما أعرف أنا كسر ولا مجاري ما بعتها في مجاري ما رح معها وقمر ما هي مقدسو وحواي فيني مقدسو دبا رنتي عقبت كودو مجاري ما رح يسوى ماليات بعد دبا هذا معها شركة ويكسر كودسي مجاري شركة كلا وحيالا فدو الكسر كودسي هذا جيل اللي شو دينا حيوان واي حيوان كده رمسي هدا حيل كده من حتى حيوان كات إن البرك اللي جو حرا جيل أشيء شو إن حرا أو شو أرجع عمل الله حرا يعمل الله حرا لو ما تلقي له يعني حرا اللي جو حرا يوم ما حرا ما حرا لا نجوا تحت قطعين لا نجوا على الغني وضعين وهو صار يجي حتى عكبت كاريو وده سوكله صار صار الزرقة وحاط العين والزيون ده وحولها الآن قالوا ده هو زي صار مقاري بيتكون بفكر أنا أصيح القاري بس في يوم كتير كده هو هاي لا ده شو ما يقول كتير زي ما رأي هاي وين كتبك أي مرة أنت هاي كده هو هاي فكرة حتى وفر الدين كان يصدق أشعب كاهو مجاري ده كده خيطة هاي هو سعده أو إنسا هتقوم ماشا دويت أو لما رأسر أو صوت إلا لان كده لا وكان يسكن سعده أو لدو وريتيني وانا كل يا داري وحال لحظة أنا يجيل لدو وريتيني ما يا لكن أرين تاس عن ربا إنا قدود قلو أرين تاس وحي إلم موقتا أرين رنتي لقد معتيا هاي فاضو فاضو كو حال خلاصين سيري خوني بكو حال خلاصين هيا وتجدينوني كتبكو شعبك صومالي الغاري بشرعيا وبريا ده قلب اللي يعني شلش الآن وقطع عبد الزمان في يوم القيامة والله استع ثم قلت الجوعان والله استع خلاص بس بس إيش كان يشوف وصح صح كسر كذا دولة نبدا ده دولة نبدا كسر كذا مقبشة كذا دولة سواء كأب مقبشة حتى قميص كمان كيلو مقبشة طبعا عليه إسلام وكمان كيلو مقبشة زمان كان هذا أجاب لي إذا كان شو تبغى دواء وقاعدين كمان كذا سواء كأب حويان ده بع أدي فكري منعه dadkii adeegsan jirayna waa sheekadoodu waa la faaday oo sheekadoodu waa xirata waad ogtihiin hadda xoolihii meel kasta ogaata benkar waad ujeeday masajarkii iga soo wac halow haddaan facebook igala mita masajarkii iga soo wac lagu xumayn karo bay ku xumayn hayaan xoolihii bayna ku soo sacdaynayaan gog meesha عبدالله يوسف ما سجلت إذا صوى لكن محارب مدى باديه حولك ما أكلش مغدش حولي اللي تقول كان يوسف فارو والله دات أورنتي فارو وطواي فارو لأسنا بحيكو دمين آيان أنا بقول كي قد مستلين وحاكو تليل لها حولها وكو وطا إبلان شو دوو على سي ورغب على الدرسولة ما تلغب على الغماء الكرة أدور لهم الوضع ومجالة لكسع رومير بما كاكي لو نزل فيها طاي هدور في دوخب كانت ورغب تأصل فيها مالك كان لها كحولة على قلب وريدو غيدة كحلون خلق صوماليا طعنا قبيل عادي عاد عاد بانك عقم هاد حلنا يا ورائي عن وطف ورائي عن عد يعد قابن بقى الدولة ده عن فبقنا وكو قارسينه
وايو واجي هوري عيدنك عيدنك هلوغو بانيو waxaan barabnaaba in sharciga hadda markuu hirgelo inaan xildhibaankii media sinnoso istaago oo dowladda ya wadaniyadda laga shaqeynayo xildhibaankii hoos istaago maadaama xildhibaanka dowladdiisii uu facebook igula jira fiini dhalinyaro badan oo facebook igula jira ayaa runtii waxay ii soo jeediyeen laba arrin. Arrinta ah dadka ka hor imaanaya jardiinooyinka yaala dhisin dhahaya in dowladda fara ay ka qabato in magaaladii muqdisho waxaa looga guurayaa geel iyo lo' iyo ari ha xakamayso. Waxaa ii soo fara ani muqdisho maana tegin muddo dheer ma tegin runtii dadkii ila wadaaga oo yidhi cod dheer iyo cod gaabanba laga gaarsiiyey dowladda iyo duqa magaalada isbiisal duqa magaalada ku shaqaleh. Marka duqa magaalada masaliidiisa waxaan ka codsanaynaa in dhalinyaradaas ama shicibkaas runtii baabuurta xoolaha lagu soo dhexdeynayo in la xakamadeeyo. Haddii shaqsigii xoolihiisa uusan outside uusan geysanaynin waa in ganaax la saaraa. Ganaaxa waa in lagu bixiyaa 24 hours wixii kale oo lacagta ku bixi waayena gubataa waa in la dhaho ciidamada lagu baadiyaa. Marka shicibka soomaaliyeeda aad iyo aad waxaan rabaa oo kale inaan runtii aan qodob istaago waxaawaaye haddii aan qalbi dhagax ka hadlay, haddii aan guryihii ka hadlay, haddii aan ka hadlay meelihii, waxaan rabaa inaan dul istaago runtii oo aan runtii aan rabaa inaan dul istaago. Wiilkan hadda waa xiran yahay la yidhi wiilka soomaaliyeed ee beenta intaa la eg iyo dhibaatada intaa la eg geystay. Aniga dowladda waxaan dhihi lahaa dowladda nimanka arrintooda arrinay dhaaftay waxay usoo dhaaftay in dowladaha cadaanka iyo dowladaha dibadaha in lagu dacwoodo. Aniga wiil Norway ku jooga wuxuu iigu dhaartay oo runtii ii soo gudbiyey waxay tahay inaan caawa meeshaan ka sheego. Wuxuu yidhi wiil runtii Norway ku nool ma doonayo magaciisa inaan sheego, magaciisa waa la yaqaanaa. Wuxuu dowladda federaalka ah uu ku yiri baan caawi iisoo gudbinaya. Wuxuu yiri dowladda federaalka ah ilmaha
قرانك والدلا ونقول الدلا دوات بدن آيات سوداد أيضا الأدريسنا أي ميليار أو بدها صوم مري أو رمتي نمتي مع نمتي حلقة دكتة قارن جرى اللي بي في لكو قراري إنه بيال أو لن يرى أي في لكو قراري من كاسو حماسة كيري حمل وحاوصو على ري جفت القرآن سوال لكو قراري إله ما إذا كنت دار شيء دكتة مانت السياسة دا أما أخر إذا أما الدنيا في بوت كجب ديال أو يجتيه يملا القرآن كسامالي ولا سكر بسا. ذات كمان تمرح أمور جا إن الهند ذات أقبل أما ذات سامالي إن الهند. أما ذات دين الإسلام ك أو مبنيت يا إن خاصة لغبرتو إن لغد ديله مرتا ودني جاس ويلك شخص جا سامالي كنت إلهي سبحانه وتعالى إن القرآن فيه تقل دم يسي نافعه إنه أوجد ديروس وواحد هذا خصال وواحد وواحد فلسطين وكلام ودين الإسلام ككل جري قصص الصومالي اللي جسنا يحليها والدنيا جات فلسي وخلدمي دين سنة معها دين لوجود جرجرتم كرو أما دين معارض لقول لقوم كرو أما دين يعني ما أنت رجال الرجال هني أما دين وعن هلواي محلها إذا جاء هنتري أمضى لها إذا بجدات معمله يعني علمها النوع عاس أيا دولة النوروي والبحيل على وجدي أولياء دبتية القرآن كأيا علمها صوما للغو أبي الكريا الغدلة في لوين كنت بكما مركا من ذات كما أنت وحان مرينا رمت بس لغو ذات بدلها الحقيقة القرآن قلبي لا يحصلها معها قلب الدلع أرنتي سوى سيريوس وأرنت أهين شيري وكما القليل أصدقنا عصري إلا قاري شادي لجيه ملايين ونكو قصر لعبتي سنة هذا تقرم دونتا حولي سنة ملايين في سنة هذا لقى أرت الدولة هدوس المدئس قريه كله حولا من هاي الساعة ما قرصونا مركا وحنليه لها أوكالي منك الصوماليات إن عدد منك الصوماليات ما أنت يرد جوجا تهيا المها دكت القرآن كأيال لجد لا لجد أبيض كريا وليه الدولة النرويج يا هويوي أموالد بدل كل يهدى عليه ما عن مقلب لكن هويوي بدل الوالد بدل أولم في جبلة وشوف جوره أو دبقل يبعث المسلمين دون مركب حلايا شخصيات كلو قذها برصي أما شخصيات الصومالية الدروس الجامل حقوق خادنا يحقليها ميو يعني دين الإسلام كعدي أفرج في مصيبة كقول عيسو إيوه على موي إلهي كوس ودري ورجعت سود أبوه مركا على موي إلهي كوس ودري أي عرض في كل إيمان عليه حوي وحيالها عن جرج اللي جرى عليه وحيالها عن سياسة اللي جرى عليه وحيا لها محال ما أنت هيلي كلا لغير يالمين حيث هاي كلية وحيث هاي إن قرآن كإلهي يدين تابنتي إن أنا أمد الله دعريني إن قفك إسلام كاوا إن أروس يريل كأن الله غبقي دين في إسلام كاوا حي فريسا إنه قلوك مكو يريل إن قرآن كبرا مالك أدر حدي أمنتي دحتوتي أو أمنتي أمد كلا أكمد نقطي حشمي دين في الإسلام ك حشمي قرآن ك حشمي ومدة سومالي رأباهن جهلية يفسخ إن كبحان روسي دين ك أيان فري سئل قرآن ك ذكى أخلاقيا بسوء أو أخلاقيا حد السمي كنتي وحجرنا يستعمل عليه القصة قرآن ك إلهي يقانه أو دين ك يقانه كنتي معها قف كذا عن معها وقفت كلية لها هذا التسامح الله على ربك إلهي كبقى ينتي لنا أولادي يدين أي جدك في كب يعني كل يعني كل هذا مرت قفك ينتي أن دينك أكونين أو أن أهين عبد الله يوسف برادا فيبرت إلى سوا عدا أبا أنت أنا كهدي فيبرت إلى سوا مرت وحنقول لي هاي
عبدالقادر إذا صار عفيفر كبرادا على كوب الجنا يجي مركا وحواي حلوب هاي هاي ودني جات خفقة سومالي ودني مال إيشو خفقة سومالي جاه كنت حاكو أب أمانة سومالي إن أد جول لها أكل شيء كيس وياي خفقة سومالي كل بجوا جاه مركا أفس الجيات إن دكت قرآن الجيات مركا بس هأود عرين قرآن إياي بس أنا هكتب فيني مركا وحنكلوا ربا روسي عن هذا الشيء ربا إن الناس كتبه دولة إن فرنسا إن شاء الله إن جاءت إن شاء الله هاي قف قصص صومالي أنا أرنسا روسي وكل جيسن ترى هكذا جيسن وحواي ولا لي وحاليس أهمانتا حاليس أه إن مانتا وين اللي يرى أه حيالها فعشت أمس اللي في الشاي في عيب أه وحا لكن في صومالي أنا هاي وحن دين في إسلام كأن كمل أهاي وحن رنتي الشخصية النوع أو تقول يا جماعة مقرحون مطلع لا يا مركب منك أنت أكوك عي حواي بريتو وحن يري جيسو هاي تا في زر وولم كلن ولا أنا كريب ومرايا مركب رنتي يسو ماريات أو ودني أه رنتي أك أرقمها تعلينايا أو هولنديس أه oo ah dadkii muddo dheer intii hore ku noolaa ee wax ku bartay ah intii arintaas waxay gelisay wiilkaas walaac waxay gelisay walaac because wuxuu ii soo qaaday arrinka uu ninka maanta Norway jooga ee yiri qur-aankii ayaa ilmaha Soomaaliyeed lagu dilaa oo kiiska la raadinayo iyo berito wax meel ka xun baa imaanaysa wiilka wuxuu yiri jiisihiisa wixii soo dhan ma aha dowladda inay ninkaas soo deyso ninkaas in la soo daayo magaalada muqdisho uu ka baxa ma aha ninkaas waa in maxkamadda soo saara ninkaas jiriimuu galay wuxuu galay muwaadin soomaaliyeed oo runtii xabadda maanta ku dhacda u dhimanaya maanta rafaadkaa taagan banaankaa taagan ما ها شخصية أيضا كأوصل لي هاي أخلاق يصرف يوصل لي هاي درجة جونية وده ماذا عن جونه والله منك أيضا كأ بوليس ترك أسره وتا إن أوصل كلمة هم هذا بيكري حتى كان حتى حال فريا إنت على ملف لجاري ما دام أرعب وتو إنه كتسيو waxa uu maanta uu asaga yahay leeyahay FBI ayaa ah sagaalo istaagisa qof kasta oo maanta Ingiriis ah hadii asal gurigaas ama meesha ku arko rasmad iyo sharaf buu lahayaa marka waxaa loo baahayaa dadka Soomaaliyeed waa in ciidanka sharaf iyo qadarin la siiyaa aniga waxaan maqlayaa dad badan oo ciidanka ugu gafayo oo leh ciidan ka waa ciidan Mooryaan ah waa ciidan aqoon ma aha wadamada annaga aynu joogno waxaa ka dhaco crime-kaas ka dhaco waxyaalaha ka dhaco sometimes askari xabad furay waa la arkaa askari nin shicib xabad ku dhuftay waa la arkaa so what marka in la buubuuniyo oo cirka la marsiiyo anigu kolley ma qabo laakiin ciidan ka fasalaamaya ayagana waxaa la rabaa shicibka inay soo jiitaan shicibka ee maanta ciidanka ay u libisan yihiin waa inay soo jiitaan marka aniga muwaadinkaas holand runtii muddada dheer oo wax ku baranaya dalka holland wuxuu soo jeediyey runtii inuu dowladda ay ku noqonaysaado dhibaato taasoo ah nin danihiisa ku caynaya ciidankii maanta dalka ilaalinayo iyo dalka iyo dadka qaranka soomaaliyeed inuu ijaafeeyo marka wadaniga runtii soomaaliga ah wuxuu iska xil saarayaa asaga iska xil saarayaa in kees uu wadanka imaado askarigaas
هذا الدولة الصومالية يحتقرون هذا وضعك إيمان أوريدي وحيري عجلة عن كتبك وحيا لا بدنا وكهدنا. هلا السلام عليكم. هاي ولا شيء شو ده هو كسر ده هو هاي قالك قال إيش الحمد لله. هاي قطعة ستوس وجرام ملنا. قطعة ستوس هاي هاي أقبض كنت هاي ما أنت عاصمة إن عاصمة الجيل هي الله هي إن وشو داي مركا وحيد هين أنسحي أو عاصمتنا معها جيل ما لو قد أخذ الميسا معها ما هكذا هي لك أنت علاس كبدن لك ها نيجا عبد الكريم قلب الدقة ورأس ألمان تصوي هلاي وعوها نين كونترات فقاطي لمن كجل مدوب إيه أستجع إيه دولة هكذا كم سنة إن كذا هم في دولة اللهم جحاوية هنتي حول أن نكون هلاي خسعة هاي دك ولو دهر انت سو قاطا خاص دهر عليك دهر وتا حتى ولا ممنوع يجري أوكي مدي جني أنا مقالة إنه صعب ولا مدي جني لكن مقالة عن شحية أخلاقية وحي لا ذا وإلا مرتية عمرنتا أنا وحان حسوس نانجري أنا وحان حسوس نانجري حمر جد وعند جنانجري لقبة وحي كلها نجسي حمر جد جوبي جسي وحان حسوسة دبي حنون سنايو دبي أو مر نشوف دبي كحنون سري أو حنون كل عش بواحلي جدك مال مكان أرجاي أولو يسنا ما فهمتي تقولك دبى ساقة بتي ماشي حنان تحولها الجاي شخص جا ما تحول دبي قالها لعج بدنا لجو جناحي ها ما يحولات بدنا إشكالها لكن وحن كودا حتى والديدي حتى إن لقى عصير علي الإسلام ويلا أشكله وحسب الإسلام هاي حليمة اللي جرى أشكله ويلا
كله وكسر على لي دختر على الجاي وحنسيا والله إلا قم يلي وا ولا جناح مركب وحن كولا مركب وحن كولا إن ما أنت مجالد المقدسه إن نقصه جاي حاله فاضا هو أرتع فاضا هاي مياه حلال حلال ما هالوادي ماشي دك بعد سحور صدر وهذاك برا رجلي حلال هو مفتاح بعد يا حلال أي خالد بس متك الحق شيء يا حكي دولت ما رجع إلى هذا مقرصة هذا صدي اسمعتي جاي ها أو متك هذا شيء يا هاي هاي waxaa la cadeey wiil Soomaaliyeed runtii inuu waxyaalo anshax ah inuu media la yimid. Wiilku wuxuu haystaa visa Norway, visa Holandees uu haystaa. Waxaa ila soo xiriiray muwaadin Soomaaliyeed oo runtii dadka Holland wax u bartay oo akhlaaqiyan dhisan nin aad wax u bartay ayaa ila soo xiriiray. Wuxuu yiri waxaan rabaa dowladda Soomaaliyeed ninka anshaxa ku dhacay Barito ma haddii dheel ay ka dhigaan ay soo daayaan buu igu yidhi. Oo jidka intuu soo socday wax lagu sameeyo, dabadeedna markuu airborka kasoo dogo caddeyntaasaan haysta, cajaladihiina uu duurtay uu meesha soo dhigo. Yacni ninkaas oo rabo mujtamaca dowladda Holandeeska inuu ugu iibiyo in Soomaaliya meel laysku xoogo inay tahay. Marka maxaa kuu gudboon in ninkaas lagu sameeyo? هذا مواطن كان صوماليات وحويري مواطن كان صوماليات وحويري أني دل كيجي إيدا كيجي مقعي كرامة ديدا حلبا إذا صارا وحويري شخصي صوماليا إذا لنا يزيزي ودن كهولا هدو كهلي أو سي أخلاق لأوي ما دي وحويري ويلكاما ليها laakiin wuxuu yiri wiilkaas waxa u sheegayaa hadduu imaado waddanka Holland ya inuusan helaynin xornimo, in la ilaalinayo, in la daba joogayo, waayo waa nin kareem aad u qaldan soo galay. Marka ninka magaciisa wuxuu dhan wuxuu rabaa inuu dowladdii u geeyo. Marka oreedi dowladdii iyo safaaradii Kenya meelo badan way la xiriiray iyo Belgiumka. Marka waddaniga Soomaaliyeed runtii ummadda Soomaaliyeed wuxuu u sheegayaa haddii aa maqashaan buu yiri nin baa i dacweeyey. Sababta arrintaas aan u raadinayo waxay tahay qaranka Soomaaliyeed asagoo wax isa lagu soo sameeyo adowna cadeen la imaado xaquuqa bini aadanka Holland hay. Marka ninkaas maxaa dhihi lahayd? هاي هاي واحد كسر قصوماليا صح مركي خا
waxaan leeyahay wiilka soomaaliyeed hola
sugan maanta ku sugan wuxuu soo bandhigay in ummadda Soomaaliyeed uu u soo bandhigo in uu maanta awood viisaha iyo waxaasoo dhan in aan ku celin karo buu yidhi. Sababta aan ugu celin karana waxay tahay buu yidhi oo qalabka uu qabsado, maadaama ciidankii boliiska ee sharafta lahaa Soomaaliya waxaan doonayaa kala dambeyn iyo akhlaaq iyo sharaf inay ugu kala noolaado. Marka wuxuu yidhi awoodda aan leeyahay waxaa weeye inaan safaaradda Kenya la xiriiri karo, inaan holandeyska qeybta oo maxaa lahaa isaj immigrationka burgimka. Marka wuxuu yidhi awooddaasaan leeyahay waxayna awooddeedu tahay in aan ka qabto qof kasta oo Soomaali ah oo runtii qarankan iyo dadnimada geysanaya meesha xun. Marka walaalayaal waa idin salaamayaa 114. Waxaan kaloo aan leeyahay dowladdeyda federaalka ah good luck, ilaahay dowladdeenna ha noo daayo, dowladda hala garab istaago, dowladda hala garab istaago. Cadaawaddii runtii iyo maliiqii loo maliiqayay waataa maanta Soomaaliya way midowday, gacmaha la isqabsaday. waxaan kaloo aan iloobay runtii aan aad u iloobay, aan rabaa hadda inaan kusoo gabagabeeyo runtii farxad aad u macaan oo nooga timid siyaasiyiinteenna Soomaaliyeed. runtii waa ujeedaan in maanta dekedihii gadar ee maanta maalgelin noo sameynayso oo aan wiil Soomaaliyeed ka shaqaysanayo. adduunyadu waxaa walaal saasaa laysula shaqaystaa, macala gif aan tag waa adduunyadu. adduunyadu marka aayaheena inaan qaadano, haddii maanta siyaasiyiinta dalka noo jooga ee nagu hogaaminaya daacadda aan dhahno go ahead aan ku faraxsanaano, walaal waxaan maanta haysanaa guul, walaal maanta waxaan haysanaa guul. maanta qofka Soomaaliga ah ee qabyaaladda ku leexinaya waxaa ka fiican inaad qaranka Soomaaliyeed aad ka mid noqoto. waxaa kuu fiican maanta Soomaalinimo inaad ku hadashid. waxaa kuu fiican inaad maanta dowladdaadii aad la garab taagan tahay waxyaalaha wacyiga ee qabato iyo wanaaga ee qabato inay runtii aad ku taageertid. maanta waa ujeedaa maalgelinaa soo dhacday, waxaa soo dhacaysa waayada dambe soo socoto oo waqtiga dambe soo socdaan diyaaradihii Soomaali Airlines baa soo soconayso. xitaayay diyaaradihii yaryarka ah rikaabka ah ee magaalooyinka noogu kala goosayaa soo socdo. marka you believe marka ciidan. waxaan kaloo runtii aan aad ugu hambalyeynayaa dowladdan maanta sharafta leh ee wanaagsan. maanta dowladda dadka ku dhaliilaya inay siyaasadeeda xun tahay runtii waa dad aan dowladda u wanaynin, waa dad runtii kala dambeyntii iyo deganaashii iyo runtii dad aan garanaynin. waxaan u sheegayaa qof kastoo Soomaali ay farxad u tahay in aan maanta ciidan badda ah oo tababaran oo istaagan jaamacad ah wiilal ka baxa inaan maanta leenahay. marka dadka isweydiinayo ciidamo ma lihin ilaa iyo 2000 ay leedahay, weli way sii socotaa. 2000 runtii waa number aada u badan oo wiilal jaamacadaha ka baxay ayaa maanta dowladda tababar ciidanka badda maanta aan u haysanaa. marka maxaa lagaa rabaa marka inaad maxaa lagaa rabaa? lagaa rabaa inaad dowladdan maanta dowladdan runtii dad badanaa waxay u haystaan dowlad wax walbaba inay banaanka soo dhigto. runtii dowladdan waxay la jaanqaadi kartaa dowladaha adduunka ujeeda sida ay noogu wareegsan yihiin maanta. maanta waa ujeedaa carabta saay noo danqan weyse inay maanta carab lugaheena hoostiisa imaanayso. waa ujeedaa imaaraad maanta, waa ujeedaa imaaraad kibir iyo edabdaro iyo intii uu maanta hadal ku hadlay ayay raggan Soomaaliyeed ka jaraayaan. wallaahi iyo billaahi carab iyo imaaraad wallaahi kursi qurux badanaa ninka Soomaaliyeed iskaisii. maanta maxaa Cabdullaahi Farmaajo iyo Kayre carab waxay ahaayeen meelay saareen. cabdishakuur oo waxaan arkaya ima adeeryar kaas ina neef inta waa kaas inaan soo qaata ma aha aniga shaqsi waxbaa ku sheegi karaa oo dowladda runtii ugu afka dheer. laakiin anigu inaan qabiil ka sheego runtii hasha aniga ma qabo. laakiin shaqsiga marka aniga taarget aan ka dhiganayo waayo waa ninkii yiri
ciidamada carabta waxaan lahaan jirnay siyaasad soo jireen ah, siyaasad soo jireen ah. Asaga siyaasad maanta qalinka noogu qabtay ilma adeerayaal soomaaha qasqaaska maanta badda aan ku jirno, badda 2000 ciidanka maanta markabyada haddii lasoo dhigto baddaas maanta ay nagu haystaan nimankaas Kenya isgoon waa dhamaatay. Haddii maanta dowladdeenna ilaahay ha xafido ciidanka maxallaha badda iyo maraakiibtii ay ku imaato, alaabtaas waa dhamaatay. Marka cabdishakuur waa nin hadda siyaasadda bartay, waa nin runtii wax uu yaqaano aysan lahayn, waa nin ku dhahay nin Eritrea ila keliyay oo wuxuu weydiiyey ciidankiina ma leeyahay sirdoon ilma adeerayaal, yacni niman kuu firi doonin. Yacni cabdishakuur iyo nimanka la halmaaga ee maanta Kenya taagan, ilaah baa idinku dhaafay niman maanta mas-uuliyadda ciidan Soomaaliyeed ama qaranka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed inay hogaamiyaan niman u qalma ma yihiin. Farahoodii baan haynaa, waxay ku hantiiyaaleen baa haynaa, waxaan haynaa wax walba oo maanta qaranka Soomaaliyeed uu ka hagaagi waay ayagaa hay. Maanta galmudugta ishaysata ayagaa ku kala qaybsan, ayagaa ku kala qaybsan. Ayagaa ninbu wuxuu leeyahay aniga hebelaa xukuma, aniga hebelaa xukuma, aniga hebelaa lahaystaa, hebelaa lahaystaa. Marka ilmo adeerayaal, nin walbo Soomaaliya qalbigaa kuu dego, waxaa kuugu tishaaraynayaa 2000 oo wiilal ciidamo ah ya oo badda oo la tababaray oo tababarkoodu ku dhex jiray inaan leenahay ku hurub ya hamdi carabo. 2000 yacni 2000 waa number aada u badan oo dhalinyaro ah oo ciidanka badda ah ayaa maanta qaranka Soomaaliyeed tababarkoodu u socdaa. Marka dowladdan maaha i aragay dowlad dhaxda maaha. Dowladdan waxaa waa dowlad aamusan hawsheedana wadata. Marka qof kastoo Soomaali ah waxaan ku dhihi lahaa meesha aad ka qaban karta qabo reer Muqdishon waxaan leeyahay nimanka lo'da iyo qashinka idinku duuginayo bid kale intaa ka qaadataan yariisow xafiiskiisa gey, yariisowna waxaan leenahay yariisow waxaa tahay geesi muwaadin Soomaaliyeed oo sharafti Soomaaliya maanta inuu hagaajiyo aad jecel pliis geel maanta xamalweyne iyo maxallaha suuqyada wareegaya ma arki karno. Marka insha allah intaasaan kusoo gabagabeeyey aada baan idiin salaamayaa. Guul iyo gobonimo saacado badan baan ku jiray maadaama khamiista soo galo. Waxaan kaloo ogeysiinayaa saaxiibada iyo frentiska iyo meel walba aa ku jirtaan caawa khamiis waxaan usoo galay codsii iiga yimid dhalinyarada ku nool Muqdisho ayagoo runtii mudnaanta ugu horeysa ayaga inaan ku qeymeeyo, waayo waxay igu dhaheen sabtiga markaa nooga dhigtid axadda haddana waxaan ku jirnaa shaqo. Waxay dhaheen waxaa nagu dhacday dhibaatooyin badanaa naga soo gaartay marka noo heeli bay dhaheen khamiistii berigii hore aan kaa codsanay aada noo qabatay meeshay celi. Marka qof kasta waxaa leeyahay thank you very much, waxaan soo celiyo khamiis kasta inaan soo galo miidiyaha aan dhalinyaradaas la wadaagayo. Marka thank you very much ayaan leeyahay, guul iyo gobonimo ayaan leeyahay. Soomaaliya ha noolaato. Asalaamu calaykum.